أربع خطوات للنجاح. مرحبا من جديد. بيقول مبدع شخصية ميكي ماوس: ما يمكنك أن تحلم به يمكنك تحقيقه. تذكر دائما أن هذه الأمور كلها بدأت مع فأر. يتجلى المعنى الكامل لمقولة مبدع ديزني عند استعراض التحديات اللي واجهها، وكيف بقى متمسك بمشروع استديوهات ديزني وما استسلم من جراء استغراب وتشكيك محيطه بأفكاره السباقة. أما جيكي رولينج مؤلفة سلسلة قصص الأطفال الشهيرة هاري بوتر، فعرضت نصها للنشر ل 12 دار نشر قبل ما يقبل العمل. على خطى وولد ديزني وجيكي رولينج، هل أنت مستعدة لتحدي الأفكار الغير مساعدة واللي بتوقف بطريق نموك الشخصي؟ رح نستعرض استراتيجية فعالة بأربع خطوات، هي: استمع للصوت، يمكنني أن أختار، أتحداك، والرد من خلال الأمل الفاعل. تطبيقاً لعقلية النمو اللي تابعناها بالفقرة السابقة، بدعوكي لتلخيص ومحاولة فهم هالخطوات الأربعة بطريقة تجعل تطبيقهم سهل. وممكن بمرحلة أولى التركيز على استيعاب الخطوات الأربعة وتسلسلهم، بمرحلة تانية العمل على إتقان كل مرحلة. تذكري الهدف هو التقدم وليس الكمال. رح نقوم بوصف لكل خطوة، وحاولي معنا تعبئة النموذج التالي بالملحق. ممكن إنك توقف الفيديو لبعض اللحظات لتقومي بالتمرين بالتوازي. جاهزة؟ أولاً استمع للصوت. عند التفكير بحلمك ممكن يكون في صوت معارض بحد من عزيمتك وبخليك تشككي بنفسك. شو بيقول هيدا الصوت؟ بداية يمكن وصف هيدا الصوت المعارض بالناقد الداخلي، واللي بيظهر بكل مرة منجرب نغير شيء أو نعمل خطوة جريئة بحياتنا. من عبارات هيدا الناقد الداخلي: هل أنت أكيدة من قدرتك على القيام بهيدا الشيء؟ أنت عم بتبالغي بتقدير نفسك، قلتلك ما فيكي، وبالأساس أنت ما عندك الموهبة ولا الإمكانية، ومين أنت لتقومي بتغيير ما لا يتغير؟ بدعوك لكتابة هاي العبارات على النموذج، فالكتابة بتساعدك على النظر بهاي الأفكار وكأنها شيء خارجي، وبالتالي فيك تختاري ردة فعلك تجاه هاي الأفكار اللي بيطلقها الناقد الداخلي. ثانياً، يمكنني أن أختار. من بعد أخذ المسافة اللازمة من الصوت، بإمكانك أنه تتفحصي الخيارات المتاحة إليك، مع العلم أنه نحن منعيش بعالم بيركز على الأمور السلبية، وبالتالي صار دماغنا وطريقة تفكيرنا منحاز لملاحظة الأمور السلبية فقط، وغض النظر عن إمكانية إحداث تغيير بكل موقف منتعرض له. اليوم رح نقدم وسيلتين للمساعدة بإدراك وتقييم الخيارات الموجودة من بعد تجاهل الصوت الناقد الداخلي. وسيلة الأولى تاخد شكل مخطط العنكبوت، حيث تطرحي على نفسك الأسئلة التالية: شو هو أفضل ما يمكن أن يحصل؟ وشو هي الأمور المرجحة حصولها؟ وما هو أسوأ ما يمكن أن يحصل؟ تطبيق وسيلة مثل مخطط العنكبوت بيساعدنا على تنمية مرونة التفكير، أي جعل عقلنا قادر على التحليل والاستيعاب بشكل أفضل وأصح، وهيدا أمر أساسي للوصول إلى عقلية النمو اللي بتساعدك على تحقيق حلمك. أما الوسيلة الثانية للتمييز بتتم من خلال تطبيق الرسم مؤلف من دائرتين. الدائرة الأولى بالوسط بكتب فيها الأمور الممكن التحكم فيها، والدائرة الثانية بتحيطها بكتب فيها الأمور اللي بيصعب التحكم فيها. مثلاً، لا يمكنني تحكم بمفردي بقوانين وسياسات البلد بما يخص الإعاقة، أو لا يمكنني التحكم بأمور مثل سياسة، الاقتصاد، طقس، رأي الآخرين فيي وإرادة الآخرين بالتعاون، بس يمكنني التحكم بأفكاري وأعمالي. مثلاً، خيار البحث والتطور من خلال العلم والخبرات، عاداتي وممارساتي، اختيار الأشخاص اللي بنظلهم بموقف معين. هاي القرارات بستطيع أن أخدها بمفردي. ثالثاً، مرحلة تحدي الصوت حسب طريقة الألف بيتي. ألف، أجيب بالقول: هذا الأمر غير صحيح، لأن مثلاً لأنني حتى لو لم أصل فأنا لم أعد عند نقطة الانطلاق، لأن الأشخاص الذين حققوا الانتصار جاهدوا وثابروا كثيراً وكرروا المحاولات. بي، بمرحلة تانية يمكن تغيير أقوال الناقد الداخلي بأقوال مثلاً: أنا لا أستطيع القيام بكل شيء ولكن سأقوم باللازم، أو كثير من الأشخاص الذين اختبروا النجاح اختبروا الفشل أولاً. تي، وأخيراً،
صياغة خطة طوارئ. مثلاً في حال حدث أمر معين بتسمي مخاوفك أو أمر يخيفك حدوثه، سوف أفعل هكذا، أي تسمية خطة بديلة. رابعاً وأخيراً، الإجابة بالأمل الفاعل. تذكري مفهوم الأمل الفاعل اللي قدمناه بالفقرة الثانية من هيدا الموك، لأنه حين وقت تفعيله. فما هي الخطوات العملية المستعدة للقيام بها وتطبيقها خلال السبع الأيام المقبلة، والتي يمكن أن تكون خطوة بتقربك أكثر من حلمك أو رغبتك لنفسك؟ خدي وقتك للتفكير وحطي خطوة كهدف لإلك بالمرحلة المقبلة. للتلخيص، إذن استراتيجية بأربع خطوات لتحدي الأفكار الغير مساعدة على نموك وتحقيق ذاتك وحلمك، وهي: 1. أستمع للصوت، أي الناقد الداخلي. 2. أنا أختار. 3. بتحدى الصوت، أي الناقد الداخلي. 4. استخدام مبدأ الأمل الفاعل. هذه الاستراتيجية كانت مفيدة لصديقتنا دينا، فعندما فقدت دينا بصرها فقدت أيضا لفترة معينة الأمل بتحقيق حلمها بالسفر واختبار العالم، وكانت عند التفكير بهذا الحلم تراود أفكار مثلا: لماذا سأسافر وأنا لا أستطيع أن أرى شيئا؟ لم أسافر من قبل من دون عائلتي، فكيف لي أن أسافر الآن؟ أحيانا أتوه في مدينتي وبلدي، فكيف سيكون الحال إذا سافرت؟ من بعد هذه التساؤلات طرح الدين على نفسه هذا السؤال: ربما لست الفتاة المكفوفة الوحيدة التي تهوى السفر، فماذا لو بحثت على الإنترنت لأجد معلومات مفيدة لي بهذا المجال؟ وعند قيامها بالبحث اكتسبت دينا خبرات غنية، فتحت لها عدة أبواب، فتشجعت وبدأت تتكلم عن رغبتها بالسفر لبعض أصدقاء المقربين، وردت فعل البعض منهم كانت شبيهة بصوت الناقد الداخلي، أي أنه شككوا بإدراتها وما دعموا قرارها. أما البعض الآخر فقد رحب بالفكرة وأبدى رغبة بالسفر معه. تحدي الدين أصوات الداخلية بالقول: السفر ممكن يكون اختبار بعيشه بالحواس الخمس، فيمكنني خلال السفر أن ألمس ما لا يمكنني أن أراه وأن أستمع لوصف الآخرين له، وأيضا سأبدأ بتعلم لغات البلد بطريقة تسهل إمكانية التنقل. وأخيرا، تأكيدا على دور الأمل الفاعل بتنمية استقلاليتا وخصوصا بموضوع السفر، سجلت دينا بدروس باللغة الإنجليزية وقامت بالتواصل مع بعض وكالات السفر اللي بتقدم خدمات بتناسب حاجاتها. ختاما، كل تغيير هو مغامرة، وكل مغامرة بتعني الخروج من منطقة الراحة ومشاعر الخوف المرافقة. ونتذكر هون انه غالبا بالقصص الميثولوجية او الافلام بيوصل البطل لبعض الصعوبات اللي بتعيق طريقه، يمكن تجسيد صورة هذه الصعوبات بشخص بيلعب دور حارس الكنز. فلنعتبر الخوف والشك مثل حارس الكنز المخيف، فمواجهته من خلال تطوير المرونة الفكرية والتمرس باستراتيجيات مثل اللي اختبرناها اليوم بتساعدك على مواجهة وتحدي الحارس. يمكن تشعر بالخوف، ولكن فيك تقولي لحالك: أنا خايفة ولكن رح كمل. طريقة أخرى لتحدي الخوف هي من خلال تفعيل نقاط قوتك وتنمية كفاءاتك، لسيما المتعلقة بالحياة العملية. مستعد لهالخطوة الجديدة بالعلاقة مع نفسك ومع الآخر لتحقيق الاستقلالية ولتكون عضو فاعل ومساهم بالمجتمع؟ ننتقل إذن للفقرة التالية.